وقفت كتير قدام الصورة دي، صورة الحقيقة فيها حنية أب، فيها أبوة، فيها قلب كبير وتضحية. أب كان مستني بنته قدام لجنة الامتحان في الثانوية العامة. نزل الصورة بقى يا أستاذ خالد، شايفين قدامكم الأب بيربط رباط حذاء بنته. أنا شايفة إن الصورة دي فيها طبطبة وحنان، حنان كبير من أب بيقول لبنته قلبي وعقلي ليكي، مش عايزك تشيلي هم، عايزك تركزي وبس في الامتحان، وكفاية عليكي سهر وتعب وشدة أعصاب. نزل شوفوا يعمل لها إيه. على فكرة أنا بشوف إن ده في قمة الرجولة، في قمة الإنسانية. خلي بالكوا يعني هما الصورة دي اللي على حد معلوماتي ان هما ما يعرفوش ان هما يتصوروا. ده بقى نموذج الراجل المصري، الأب المصري الخايف على بنته وبيضلل عليها وبينحني وينزل عشان يساعدها. كل التحية لهذا الأب العظيم. احنا معانا على التليفون صاحب الصورة الأستاذ أحمد صالح والد الطالبة سارة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا 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 بحضرتك، تعبتنا عشان نعرف نوصل لك. معلش بقى، أنا بنتي هي اللي وصلتني بيكو. إيه الجمال اللي في الصورة اللي شفته ده؟ احكي لنا قصة الصورة. أنت هل أنت متعود توصل سارة في كل امتحان للجنة؟ يعني احكي لنا إيه قصة الصورة دي يا فندم؟ طيب بصي حضرتك، هي بنتي من النوع اللي بتيجي قبل الامتحانات وتجهد نفسها قوي. تمام. فبتنزل بقى مجهده وسهرانه وما نامتش وشايله هم الامتحان وكده. فطبعا كنت بوصلها الامتحان وبعدين بسيبها وامشي عشان اروح شغلي وكده. ففي اليوم ده كانت تعبانه قوي مجهده وكده، فقالت لي لا امشي انت يا بابا انا هعرف اروح وكده. قلت لها لا هستناك. قالت لي لا لا امشي امشي. فاصرت ان انا امشي، فقلت لها خلاص انا همشي خليكي يعني في الامتحان ولما تخلصي طمنيني. فوجئت بيا وانا وهي خارجه ان انا مستنيها قدام اللجنه بس بعيد شويه عشان التكدس وكده، وهي كانت تعبانه ومرهقه جدا وماشيه الرباط بتاعها مفكوك وماشيه بطريقه كده زي يعني تعبانه ومجهده قوي. فقلت لها تعالي حبيبتي عملت ايه، اخبار الامتحان وكده كويس؟ فبصيت على الارض لقيت الرباط ماشي يحك في الارض وكده. فطبعا انت عارفه الكورونا والحاجات دي وبتاع عشان ما يشيلش جراثيم وتلوث وبتاع، فخفت عليها ان هي توطي تربطه، فايه وطيت ربطته لها وما كنتش اعرف ان حد بيصورنا وكده. ف نزلت الصوره بقى وانتشرت على السوشيال ميديا. طبعا انا اتفاجئت والله، ما كنتش اعرف حاجه ويعني مش على بالي خالص، ومعرفش انها هتاخد اهميه لان ده واجب كل اب طبعا ناحيه بنته، وخصوصا بالذات البنات. يعني معلش عفوا سامحيني في الاطاله شويه، البنت طبعا دايما بتبقى يعني ليها مكانه كبيره قوي قوي عند ابوها. طبعا البنت حبيبه ابوها، ده انا بعشق ابويا، بموت في التراب اللي بيمشي عليه ابويا والله يعني العظيم. بالاخص قوي اكبر البنات، يعني مثلا لو عندي بنتين او ثلاثه اكبر واحده دي بتبقى لها مكانه كبيره قوي. ربنا يخليهم لك يا رب ويخليكوا لينا، انتوا بركتنا والله. الله يخليك. زي طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، وكانت احب بناته ستنا فاطمه. في نقطة بس عايز أقول لحضرتك عليها، معلش عفوا عشان في بعض الناس بتبقى تفهم غلط، يعني تحديد جنس المولود بيبقى من الأب. سليم؟ صح. فعفوا عفوا حضرتك سامحيني، لو حضرتك معاكي برتقانتين وأنا معايا برتقانة وتفاحية، إيه اللي هتبقى أعز على قلبي؟ ده حقيقي فدايما الأصل الطيب يا فندم. ده الأصل الطيب. أنا بشكر حضرتك جدا. هل سارة جنبك ينفع أكلمها؟ موجودة. مساء الخير يا سارة. ده حضرتك عاملة إيه؟ دلوعة بابا. حابة أسمع منك بقى إيه القصة من عندك أنت، يعني حسيتي بإيه وبابا بيعمل لك كده؟ إيه الدلع ده؟ والله بجد انا ما كنتش راضيه ان هو يوطي يربط لي الرباط، بس هو صمم قال لي لا انا هربطه لي كده وربطه لي. بعدين اكتشفت بقى اما روحت ان في حد مصورنا وشفت الصوره بالصدفه وانا بقلب في الجروب بتاع الثانويه العامه، ما كنتش اعرف اصلا. وعملتي ايه في يومها في الامتحان بقى؟ لا الامتحان بصراحه كان حلو جدا. شفتي بقى بابا كان ايه بتقولي حبيبتي؟ كان كويس؟ لا كان حلو جدا. معلش مش سامعه.
كان حلو الامتحان كان جدا، حلو. كان حلو جدا. يبقى بابا بقى كان وشه حلو عليكي، واللي بيعمله ده بقى يخليكي تعملي كويس. قلتي له والله ايه هو وهو بيربط اصلا لك الرباط الحذاء ساعتها؟ كنت بقول له عشان ما حدش يشوفك، وعشان ما لو حدش يقول عليك حاجه ولا كده ما تربطوش، قوم انا هربطه، بس هو قال لي لا يا حبيبة قوم. قلبي والله، ايه قلبك اخضر وحلو زي قلب بابا بالظبط والله. انتوا انا اصلا جمال بحب حضرتك جدا والله بجد. حبيبتي، يعني انتوا مثال جميل حبيت ان انا اظهره النهارده عشان اوريه للناس، لانكم تستحقوا انه المثال ده يبان والناس تشوفه، والناس تشوف المشاعر الطيبه الحلوه بتاعت المصري الطيب واصل المصريين الجميل. وشكرا لبابا، وشكرا ليكي حبيبتي، وربنا يكرمك ويخلي لك بابا ويخليكي ليه. وشكرا الحقيقه لمين، مين يا جماعه المصور اللي حد زميلنا؟ الاستاذ محمد لطفي الصحفي بالبوابه نيوز. محمد الو. الو مساء الخير، ازاي صحتك عامل ايه؟ ازاي حضرتك يا استاذه؟ انا بحييك على عينك، اصله البني ادم المفروض يبقى حاسس مش بس حافظ، الصوره هي العين. اكيد اكيد. قول لي بقى خدت الصوره دي ازاي، كواليس الصوره دي؟ كواليس الصوره ان احنا بنغطي بصفه عامه الثانويه العامه طبعا، من الايجابيات حاله الطلبه الاهالي. دي كانت في اخر اليوم، كان خلاص الطلبه خارجين، الدنيا حر جدا، ما حدش قادر يستنى، ولا الاهالي طبعا اللي بقى لهم ساعات مثلا منتظرين او كده في المكان قريبين مش قادرين يروحوا ويرجعوا، فمنتظرين في الشمس وفي الحر ده. فمع خروج الطلبه احنا خلاص كمصورين خلاص عرفنا الامتحان كان عامل ايه، شكل الطلبه، التنظيم، الايجابيات اللي في اليوم بشكل عام. وفضلنا يعني منتظر اصدقائي زمايلي تحت الله، لقيت الوضعيه دي بالظبط. الاب انا شايف الاب يعني سن صغير، هو كمان نازل قاعد على الارض وبنته رفع رجليها وتربط الرباط. يعني ما شفتش غير الموضوع انه انساني بحت، متعلق بالثانويه العامه بس انساني بحت، رايح في حته تانية خالص، انسانيه. بصراحه يعني يعني ربنا يحفظهم. صوره لقيتها جميله تساعدني كصدقه بالنسبه لي كانسان كحاله انا بس، وربنا يحفظهم يا رب ويحفظ كل الابهات ان شاء الله يا كل رب. وانا بحييك الحقيقه زميل محمد، وبشكرك جدا لانك يعني اظهرت الحقيقه حاجه جميله جوه المصريين. عايزين نبدا بقى النهارده حياه جديده، ان كل واحد يشوف حاجه ايجابيه وكويسه يطلع ويظهرها ويقولها من النهارده. انا حاسه انه اولا بشكرك جدا الزميل محمد لطفي، الزميل المصور الصحفي في البوابه نيوز. عايز